اليوم أنا موجود بقرطاسية نسختي السريعة، هدول انشهروا بالنسخ والتصوير اللي هي الطباعة. ابتكروا لنا طريقة جميلة جدا يقسمون الكتاب المدرسي إلى 3 أترام. عندنا هذا الفيرست تيرم، وهذا السكند تيرم، وهذا الثيرد تيرم، جميع الكتب، ويغلفوها بطريقة جميلة جدا وسميكة. هم الوحيدين اللي شفت عندهم الخدمة هذه بصراحة. طبعا ما يكون سلك، لا، يكون طريقة المرتبة هذه، الغلاف 300 جرام، نمينيشن، يعني شيء يكون مر تجهيزات واستعداد ما شاء الله تبارك الله. طبعا الناس تقصدهم من كل مكان، نسخ، طباعة، خدمة سريعة، أسعارهم جدا جدا مناسبة. موقعهم بسيهات، عندهم فرعين فقط، تكتب بجوجل ويجيبك لين عند الفرع. شايفين مكان التصوير اللي عندهم؟ شايفين حجمها ما شاء الله تبارك الله. وحاليا عاملين عرض طباعة الأوراق الملونة فقط ب70 هللة. طبعا استعدادات ما شاء الله تبارك الله. طبعا خدماتهم كثيرة في النسخ والتصوير والتجليد. أي كتاب عندك تبغى تنسخه، تبغى تجلده، وعندهم خيارات كثيرة إلى التجليد، من السميك إلى الخفيف، نمينيشن، ما شاء الله تبارك الله، إمكانياتهم ضخمة. وهذا قسم القرطاسية، طبعا يمتازوا بالتنوع الكبير اللي موجود عندهم، بالإضافة أسعارهم جدا جدا مناسبة، من قرطاسية إلى أدوات فنية. طبعا مهمة عندي الأسعار، فشوفوا هذا الأسعار عندكم. هذا اللينو ب5 ريال، عندكم هذا النوع ب4.5 ريال، 4.5 ريال، 4.5 ريال، 4.5 ريال. أسعارهم حلوة يا جماعة. بالإضافة عندهم كتب متنوعة في عدة مجالات، وأكثر من دار نشر موجود عندهم، كتب علمية، كتب ثقافية، قصص، روايات، ويمتازوا بأسعارهم. هذه بدل المهن، الإطفائي، الطبيب، الطباخ، السائق، رجل الجيش. طبعا هذه الأحجام الصغيرة على 45 ريال. هنا الأحجام الكبيرة، هنا عندنا 25 مهنة، طيار، طبيب، كل المهن، ونجار. على كم يا جماعة؟ على 50 ريال. حلوة هذه، ما تلقونها بكل مكان. قريبا راح يتوفر عندهم أيضا الخدمة الذاتية، بحيث أنك تجي تطبع المستندات حقك، طابعات موجودة، عندك صور جايبينها فلاش موري أو ترسلها، كل الخدمات موجودة. نسختي السريعة عندهم فرعين بسيهات، هذا الفرع اللي أنا موجود فيه، اللي موجود بالنمر الجنوبي غرناطة قريب من مسجد الحمزة، وفرعهم الثاني اللي موجود بحي الطف. فقط تكتبون بجوجل نسختي السريعة يجيبكم لين عند الموقع.